السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باسمي وباسم منصة رواق أرحب بكم جميعا وأتمنى لكم يوما سعيدا. في هذه المحاضرة الأولى سنتكلم عن مقدمة في المنصات التعليمية المفتوحة هائلة الالتحاق موكس. ما هي هذه المنصات ومتى نشأت وما أهم سماتها؟ أيضا سنتناول كيفية إنشاء محتوى المادة على المنصة التعليمية موكس وأهم 10 خطوات لتصميم مقرر قبل عرضه على المنصة التعليمية. ونحن نمضي قدما في القرن 21، أصبح التعلم عبر الإنترنت واحد من أكثر التطورات التكنولوجية أهمية. وكجزء من هذه التطورات، فإن عددا من الابتكارات التي كانت مجرد أفكار أصبحت الآن حقيقة وواقع. أحد أهم هذه الابتكارات هو مفهوم المقررات الإلكترونية المفتوحة هائلة الالتحاق موكس. فما هو الموكس؟ ومتى نشأ؟ وما هي سماته؟ الموكس هو اختصار لكلمات Massive Open Online Courses، وهو أسلوب جديد من أساليب التعليم عن بعد، والذي يمكن آلاف الطلاب من الدراسة عن بعد وبالمجان في أفضل الجامعات حول العالم عبر الإمكانيات الهائلة التي توفرها شبكة الإنترنت. كما أن الموكس هو انخراط ديناميكي مكون من مئات إلى آلاف الطلاب الذين تنظم مشاركتهم ذاتياً، وتم ترتيبهم وفقاً لمعرفة سابقة لمهارات التعلم، وأيضاً وفق الأهداف والاهتمامات التعليمية وقدراتهم وإمكاناتهم ووقتهم. في عام 2012 حدثت ثورة كبرى في الموكس في العالم الغربي، وظهرت منصات تعليمية مثل كورسيرا، إيدكس، وأوداسيتي. وفي عام 2013 بدأ ظهور المنصات التعليمية المفتوحة في بعض دول الشرق الأوسط، واستمرت في التقدم بانتشار واسع في تكنولوجيا التعليم مثل رواق وإدراك ومينيفيرسيتي وسكيل أكاديمي. هناك 3 سمات مهمة للمنصات التعليمية المفتوحة موكس. أولاً، أنها هائلة ماسيف، وذلك بسبب التحاق عدد كبير من الطلاب وتنوع الأنشطة في مثل هذه المواد. ثانياً، أنها مفتوحة open، أي أن البرنامج مفتوح المصدر للمعلومات، وأيضاً التسجيل مفتوح لأي شخص، وعمليات تقييم المناهج الدراسية مفتوحة لأي من بيئات التعلم المختلفة. ثالثاً، هذه المقررات إلكترونية أونلاين، أي عن طريق شبكات الإنترنت التي يمكن لأي شخص الوصول إليها إذا كان لديهم اتصال بالإنترنت، والتي من خلالها يمكن بسهولة تحميل المواد الدراسية إذا لزم الأمر. تناولنا في هذه المحاضرة مقدمة بسيطة عن المنصات التعليمية المفتوحة هائلة الالتحاق ومتى نشأت، وفي المحاضرة القادمة بإذن الله سنتناول تاريخ هذه المنصات التعليمية وأهم التعريفات المتاحة. شكرا لحسن استماعكم وإلى اللقاء.